Farhat Mehendi, qui est actuellement président du MAC, qui est en exil en France, qui demande l'indépendance de la Kabylie. On était des militants du même parti politique. في البداية مصالح الأمن تضع يدها على ما كان يبدو جماعة إجرامية مسلحة قبل أن يصلوا إلى خلفية المشهد وخيوطه التي تؤدي عبر دروب ملتوية إلى مناطق في العالم تعلن عداءها صراحة للجزائر، إسرائيل والمغرب.